يوبي سوفت هتنزل يوم 2 ديسمبر لعبه رياضيه باسم ستيب. اللعبه بالطبع لعبه عالم مفتوح زي اغلب العابهم. اللعبه هتكون ليها اوبن بيتا من يوم 10 لحد يوم 14 نوفمبر، اي حد ممكن يحملها ويجربها مجانا. هتعرف في الفيديو ده نتكلم كده بشكل سريع، نقول لكم طبعاتنا عن البيتا بعد ما جربناها. مبدئيا اللعبة من انواع اللعب اللي مش بتركز على القصة، والقصة بيكون فيها حاجة جانبية او مجرد حجة تبرر وجودك في جبال مثلجة في منطقة غير مأهولة. كل ما في الامر انك شخص رياضي او مغامر بيلعب رياضات التزلج على الجليد او طيران بالوينج سوت او بالباراشوت، هدفه انه يعمل ستانز صعبة ويتزلج على الجليد في اماكن خطر ويعمل مجموعة فيديوهات للسوشيال ميديا ويشهر نفسه. بيجي له مثلا سبونسر زي ديد بول او شركات تانية. لكن انت في اللعبة تركيزك كله هيكون على اللعب نفسه وتنفيذ حركات وتحديات صعبة. اللعبة في عالم مفتوح واسع كلها جبال ومنحدرات، فيها مجموعة تحديات هتعملها من سباقات او تنفيذ مجموعة ستانز، وليك الحرية في طريقة تنفيذها. ففي سباقات معينة بيكون ليها خط بداية ونهاية من غير مسار في النص معين المفروض تمشي فيه، والمطلوب منك انك تمشي من خط البداية توصل لحد خط النهاية وتعمل في الطريق مجموعة ستانز. بيبقى ليك الحرية في اختيار المسار اللي تمشي فيه عشان تعمل اكبر عدد من الستانز ممكن تعمله، او لو مثلا سباق بتشيك بوينتس بيبقى لازم تعدي جوه كل تشيك بوينتس موجودة بالترتيب، ودي عموما بتكون سباقات اصعب شوية وفي منها حاجات فعلا صعبة جدا وفيها تحديات، ودي نقطة هنتكلم عنها بشكل تفصيلي بعد شوية. وفي تحديات بتكون بالباراشوت، ودي بالنسبة لي كانت أصعب تحديات لأن التحكم فيه مش ثابت وبيبقى لازم أعدي في مكان معين، عشان أروح له لازم أقرب من جبل عشان الهواء يرفعني لفوق، وحاجات بقى من النوع ده كده. بيبقى في تحديات صعبة جدا في تنفيذها، وفي تحديات سهلة شوية معمولة مثلا عشان تستمتع بالتزلج في مكان شكله جميل أو بيئة شكلها حلو، أو تحديات في منحدرات صعبة وسريعة جدا أقل غلطة ممكن توقعك. يعني في تنوع كبير جدا في التحديات اللي في اللعبة حتى بالنسبة لإنها لسه بيتا، يعني ممكن يكون في اكتر عند صدور اللعبه بشكل نهائي، حتى ممكن يضيفوا قصه واحداث للعبه كمان. لكن ما اعتقدش ان الفرق عن البيتا هيكون ضخم قوي او فرق جذري، فالبيتا كافيه انها توريك اللعبه هتكون عامله ازاي في الاخر، وتقدر من تجربتك ليها تقرر بسهوله اذا كنت هتشتريها ولا لا. نقطة بقى عايز اتكلم عنها شوية وهو نظام المالتي بلاير. هو الى حد ما شبيه شوية بذا ديفيجن، لكن اللعبة عكس ذا ديفيجن تماما، لان ذا ديفيجن بتيجي في نقطة معينة بتخلص مهمتها الاساسية، حتى كمان مهمات الفرعية بتخلص والنشاطات اللي في العالم ممكن تعملها بتقل بشكل كبير قوي. لكن في ستيب عاملين حاجة حلوة جدا عشان يتفادوا النقطة دي، حتى لو كان في قصة للعبة ممكن تخلصها. عالم اللعبة كبير جدا وضخم وفي اماكن كتير جدا ممكن تستكشفها ومنحدرات كتير موجودة، ليك الحرية انك تتنقل لأي مكان بالفاست ترافل بسهولة وتتزلج في أي مكان إذا كان صعب أو سهل أو مثلا مكان سريع أو أيا كان، وبعدين تعمل المكان ده تحدي لباقي الناس تلعبه، فهتلاقي فعلا ناس بتلعب التحدي بتاعك. وبالمناسبة معظم التحديات اللي هتلاقيها وتلعبها من صنع لاعبين زيك، حتى وانت بتعمل التحديات بتشوف احسن لاعبين عملوه ازاي، فلو انت جبت ميداليه ذهبيه في تحدي وكنت احسن واحد عملت التحدي ده هتشوف نفسك في المسار اللي مشيت فيه. فدايما هتلاقي تحديات جديده بتختفي وتحديات جديده بتظهر على حسب الاماكن اللي انت استكشفتها، فالنظام ده حلو جدا انه يخلي عمر اللعبه كبير لان عالمها فعلا كبير ويساعد على كده. الاماكن الموجوده هتعمل فيها تحديات كتير جدا ومتنوعه، فده يخلي عمر اللعبه اكبر ويخليها ممتعه بشكل كبير، بالاخص ان التحكم فيها بسيط ومش معقد، فهي في الاول وفي الاخر مش لعبه محاكاه، هي مصممه بشكل اركيدي شويه. فهي كانت تجربه لطيفه لازم تجربوها، واستنوا مراجعه كامله للعبه لما نجرب النسخه الكامله منها. ما تنسوش لايك للفيديو وشاركونا في التعليقات رايكم، وهل ناويين تجربوها ولا لا.